بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنشرح في هذا الفيديو بطاقة رقم 9 من بطاقات التعلم الذاتي، وهي خاصة بالشبكات المحلية اللاسلكية. وسنبدأ في البداية بالشبكة الشخصية اللاسلكية، وهي شبكة لاسلكية تغطي مساحة من نطاقات عشرات من المئات من قليل طبعا أو مئات قليلة من الأمتار، تصل إلى 300 مثل الغرفة والمنزل أو مجمع مباني قريب. لكن نذكركم قبل أن نستكمل هذا الشرح أن هناك حل هذه باقي المواد موجود في قائمة التشغيل، في القناة، في قائمة تكنولوجيا الصف العاشر. سنبدأ في استكمال شرح هذه المواد من الأمثلة على هذه التقنيات: تقنية الواي فاي. وتقنية الواي فاي من التقنيات اللاسلكية المحلية، وهي بمفهومها تقنية لاسلكية لربط عدد من الأجهزة بطريقة لاسلكية، وكانت تستخدم أمواج الراديو وتعمل وفق المعيار العالمي الخاص بهذا الأمر. وتقريبا المدى الخاص بها 50 متر، وهيكل الشبكة دائما نقطة لعدد من النقاط. ومميزات أنها سهلة التركيب، تسمح بحرية الحركة، درجة الأمان فيها كلها كلمة سر يستخدمها للربط بين الشبكات، تعريف الجهاز لدى الجهاز المرجعي، توجد 14 قناة مختلفة يمكن أن تعمل عليها الشبكة حتى لا يدخل تتداخل الأمواج مع بعضها، مجال الاستخدام بشكل أساسي في الأماكن العامة، في المنتزهات، في المطاعم، في الشركات. وهي تقسم إلى 5 أصناف: الصنف بي وجي وان واي سي واي دي. طبعا السرعة في صنف بي 11 ميجا بت لكل ثانية، في الصنف جي 54 ميجا بت لكل ثانية، في الصنف ان 600 ميجا بت لكل ثانية، الصنف اي سي 1.3 جيجا بت، هنا 7 جيجا بت لكل ثانية. طبعا الترددات مكتوبة لديكم هنا. سنبدأ بشرح على الأمثلة والتدريبات الخاصة بهذا الموضوع. طبعا تعمل تقنية الواي فاي حسب النظام أو المعيار المعياري، هو على 802. الصنف الذي يعمل على سرعة 54 ميجا بت هو الصنف جي. كلما ابتعدنا عن الجهاز المرجعي فإن السرعة تقل. طبعا تبدأ أمواج المحلية اللاسلكية على أمواج الراديو. طبعا صحيح الصنف اي سي يعمل على سرعة تصل إلى 1.3 جيجا بت. صحيح الشبكة المحلية اللاسلكية تغطي مسافة تصل إلى 100 متر، طبعا خاطئ لأن تقريبا 50 متر تتعامل. هيكل الشبكة المحلية اللاسلكية نقطة لعدة نقاط، هذا الكلام صحيح. طبعا هنا سنبدأ بشرح أسئلة تعلل. اذكر السبب. تعمل تقنية الواي فاي من خلال بالنسبة لي أذكر سؤال أذكر السبب تعمل تقنية الواي فاي من خلال 14 قناة مختلفة، طبعا حتى لا تتداخل الأمواج مع الشبكات المجاورة. يستخدم التردد 2.4 جيجا هيرتز في التقنيات اللاسلكية لأنه تردد مجاني، طبعا لا يحتاج إلى أي نوع من أنواع التراخيص، لذا يتم استخدامه بشكل أساسي. طبعا يفضل اذكر السبب يفضل ربط الجهاز الثابت بالشبكة بالتقنية السلكية وليس بالتقنية اللاسلكية. ويرجع السبب إلى لأن الاتصال السلكي أكثر استقرارا وأمانا وسرعة من الاتصال السلكي. كلمة سر الاتصال بالشبكة اللاسلكية والهدف بشكل أساسي، لأنه إذا لم تتم إجراءات الأمان يمكن لأي شخص أن يقوم بالربط مع الشبكة، مما يهدد أمن الشبكة والمستخدمين الشرعيين. طبعا الآن سنبحث في ثانيا ابحث عن تقنية الاي واي فاي وقم بإدخال بإعداد جدول مقارنة بينها وبين الواي فاي. سنبدأ في البداية بشرح عام لتقنية الاي فاي، ومن ثم سنعمل جدول مقارنة خاص بها مع الواي فاي. الكلمة اللي هو اللايت فيدليتي، وهي تقنية اتصالات لاسلكية ضوئية عالية السرعة. في البداية تعتمد على الضوء المرئي
في نقل البيانات، بينما اللاسلكية تعتمد على الواي فاي على ما يتقلم بأشعة الراديو، وهي ابتكار للأستاذ الهندسة في جامعة أنبرا بإسكتلندا، وقد صنف تلك التقنية كواحدة من أفضل الابتكارات عام 2011 في حسب مجلة التايم الأمريكية. وكان كل مصباح في العالم سيكون قادر على نقل البيانات، مثل مصابيح الشارع، مصابيح السيارة، مصابيح الـ LWS بسيطة، وتكاليف هذه تكون زهيدة، ولديها مؤهلات لانتشار لطاقة فاعلة، كما أنها أكثر أمانا وفعالية من الواي فاي. إذا لو قلنا أنها تريد أن تقارن بين الواي فاي والـ LI واي فاي، الـ LI واي فاي تعتمد على الضوء المرئي، بينما هنا ستعتمد طبعا خصوصا بالنسبة للواي فاي على موج الراديو. هنا من الأكثر أمانا؟ طبعا الـ LI أكثر أمانا من الواي فاي، التكاليف زهيدة، طبعا سريع أسرع لأنها لا يمكن للعين مجرد حتى رؤيته في هذا النظام. طبعا في أنظمة كثيرة من هذه النظام مثل الدي لايت، وصممت بشكل يسمح أن تكون غير مرئية بالنسبة للعالم، والمدى سيكون فيها سيكون أوسع بكثير من الواي فاي. هكذا نكون قد أنهينا هذه الجزئية الخاصة بالتكنولوجيا للصف العاشر، وهي بطاقة، آسف، بطاقة رقم 9. إن شاء الله سنقوم المرة القادمة بحل بطاقة رقم 10. وهنا مقارنة سريعة بين الفاي والواي فاي، وفي البداية طبعا المقارنة كثيرة، لكن ما يلزمك منها هو الوسط الناقل، هو الضوء المرئي بالنسبة للـ I فاي، بينما بالنسبة للواي فاي وهو عبارة عن أمواج الراديو، طبعا السرعة طبعا أقل من ميجا بيجا هيرت، 150 ميجا بت لكل ثانية، لكن سرعة أكبر في النقل تصل إلى 1 جيجا نت، طبعا أكثر أمانا. لماذا؟ لكن هنا فقط لأنها الضوء لا يخترق الجدران، لكن أشعة الراديو تخترق الجدران فهي أقل أمانا. يعمل على بيئة أقل كثافة في البيانات، ولكن هنا يعمل بيئة عالية في نقل كثافة البيانات. طبعا التأثير البيئي والطلب التسوقي طبعا هنا كثير قليل. طبعا هذه التطبيقات يمكن في شركات الطيران تحت البحار في المستشفيات، طبعا هنا فقط الواي فاي لتصفح الانترنت عبر نقاط تقوية الواي فاي. طبعا هناك أسئلة كثيرة، التغطية هنا 10 متر، هنا ممكن 50 متر ل 32 متر، طبعا احنا هنا في الكتاب 32 متر، 50 متر طبعا لأنه أحدث من هذا المقال قبل أن كتبته. طبعا هذه ملخص سريع هذه الجزئية. نكون هنا قد أنهينا هذه البطاقة. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لتفاعل الأكتين والبنتين والبروبين والهبتين، ورتب حسب درجة الغليان الأكتين والبنتين والبروبين طبعا حسب عدد ذرات الكربون. طبعا من طبعا تريد تصاعديا، البروبين سيكون رقم واحد، من ثم سيكون البنتين، سيكون الهبتين، ومن ثم الأكتين، ومن ثم الديكين. طبعا صيغة جزيئية 1 2 3 سي 3. الهيدروجين عندك 3 و2 و3 سيكون 8. هنا طبعا 8 حتى تكون واضحة، هنا سي 1 2 3 4 سيكون الاتش 3 و1 و2 6 آسف 5، 3 و3 6 و2 8. هكذا نكون قد أنهينا هذا الامتحان. يرجى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه المادة وأن تدعمونا بزر لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.